اوكي اعزائي، تمام. زين، ننتقل اعزائي للصفحه الاخرى، ننتقل للصفحه الاخرى هذه. طبعا هاي بالنسبه للكواكب، اكتب الحرف الاول من كل كوكب. هنا مارس المريخ، جوبيتر، جوبيتر المشتري، اورانوس، اورانوس ايرث، هنا ايرث. هنا ايرث الارض، نبتون، نبتون وميركوري عطارد، وساترن زحل، وفينوس الزهرة، كوكب الزهرة فينوس. اوكي، كوكب الثاني. زين، احنا ايش عندنا؟ لوك ات ذا اكتيفيتي اي، انظر للتمرين هاي واكتب الارقام هاي من الواحد لهذه. هذا شوف، هذا نرتبها. واحد، وان از ذا كلوزست تو ذا سان، اول واحد هو اقرب للشمس، والثمانية هو الأبعد من الشمس. شوف هسه هذا ميركوري، ميركوري اللي هو عطارد، واثنين فينوس، ثلاثة لازم الأرض، نعم صحيح، والمارس المريخ، بعدين بعدين المشتري، بعدين زحل، بعدين أورانوس، وآخر شيء نبتون. زين، هنا ايش يقول لي؟ use the rhyme to help you، استخدم هذه الرايم، هاي القافية أو هذا الجملة لمساعدتك. My very excellent Mark macaroni jelly stands up now. يعني هاي حتى من حيث الحرف، هاي Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune، يعني اللي يساعدك على كل، تحفظ هنا الشكل يكون أفضل. Look at the pictures of our solar system. انظر إلى صورة our solar system، النظام الشمسي، on page 16 كتاب، واكتب true or false. زين، there are two suns، يوجد هنالك شمسين اثنين، لا غلط، شمس واحدة. There are eight planets، يوجد هنالك ثمان كواكب، صحيح. The biggest planet is Saturn، أكبر الكواكب هو ساترن اللي هو الزحل، غلط. لو نشوفه هنا، لو نشوف الصورة يكون أفضل. هذا جوبيتر هو أكبر واحد، جوبيتر اللي هو المشتري، يسمى المشتري. زين، the smallest planets are Mercury and Mars، أصغر الكواكب، أصغر الكواكب هي عطارد، عطارد والمريخ. لو تشوف هنا أصغر الكواكب عطارد، شوف عطارد المريخ، صحيح، هذا الحكي صحيح، ترو خليته. فينوس is the closest to the sun، فينوس كوكب الزهرة هو الأقرب للشمس، هذا الحكي غلط. ليش؟ لأنه فينوس هو هذا، فينوس هذا اللي هو كوكب الزهرة، الأقرب هو عطارد الميركوري وليس فينوس. والجواب إذن هو شنو؟ غلط. نبتون is the farthest from the sun، نبتون هو الكوكب الأبعد من الشمس، نبتون، نبتون هو الكوكب الأبعد من الشمس، نبتون هذا كوكب الأبعد، الأبعد، the farthest from the sun. هذا الحكي ترو، لازم لازم تنطيه ترو، ترو. لازم نعدل بي نبتون ترو، إذن نبتون عدلنا وهو ترو، صحيح، تمام. نبتون هو الكوكب الأبعد من الشمس اللي هو نبتون هذا، تمام. Our planet Earth، كوكبنا الأرض، is often called، غالبا ما يدعى the blue planet، الكوكب الأزرق، because there is lots of water، هناك الكثير من الماء، هذا الحكي صحيح، true. زين، Mars is often called the red planet، المريخ غالبا ما يدعى أو يسمى الكوكب الأحمر، because it looks red in the sky، لأنه يبدو أحمرا في السماء، صحيح، هذا صحيح، وأيضا بسبب الصخور اللي بيه فيظهر أحمر في الشمس، true، صحيح. There are two planets that start with N، يوجد هنالك أربع، يوجد هنالك كوكبين اثنين يبدأان بالحرف N، false، غلط، احنا منو عندنا بالN، بس النبتون، بس النبتون. أوكي أعزائي،
لحد هنا. السلام عليكم أعزائي، استمعنا الملف الصوتي. يقول لي انظر إلى قواعد الإملاء. هنا عندنا adjective الصفة، الصفة هنا، وهنا المقارنة، وهنا المفاضلة. عندنا short adjectives الصفات القصيرة، نضيف لها er مثل clean، clean cleaner، نضيف أنظف، طويل أطول، tall taller. المفاضلة the cleanest الأنظف، the tallest الأطول. التنتهي ب r نضيف لها، العفو، اللي تنتهي ب e، تنتهي ب e نضيف لها بس r، والتنتهي أيضا هاي بالنسبة للمقارنة. والمفاضلة e s t the safest الأكثر أمانا. أوكي، هنا ايش عندنا؟ هنا يتحول الواي، طبعا شوية ما واضحة، يتحول الواي إلى i، الواي إلى i المنتهية بواي، واي إلى i، ونضيف e r، easy easy the easiest، سهل أسهل الأسهل. شوي هنا الواي ما واضح، أنتم أكيد واضح عندكم على كل